بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشقة هي هذه، مساحة 150 متر. تمام، مع دخل الباب كندخلو اليدين اليمين كنجبر واحد الصالة في الصالة، وكنجبر واحد السيجور هنايا فيها دوبل فاصل أحسن حومة قريبا جميع المرافق. كنجبرو هاد الصالون هذا، ثم الصالون في الصالة في البالكون ديالها. جات بروميير ايطاج الطابق الاول، جوج الواجهات حدا لامبيك هاد الملعب. هانتوما بروميير ايطاج في البالكون ديالها. مساحة كبيرة، ثلاثة د البيوت والصالات وجوج الحمامات. بيت الاولاني هو هذا بالبالكون ديالو، دايرو لهم بيت كلاس. هذا بيت الثاني، بيت الثاني د العيال. مساحة كبيرة والموقع ممتاز وما كاينش الناس بزاف، كاين دار في الطبقة. على يدنا اليمين كاين الكوزينة كبيرة ما شاء الله، الكوزينة غزالة. الكوزينة كنزيدو كنجبر واحد البالكون تاني هنايا، الثالث. هذا البالكون الثالث ديال الكوزينة، البالكون الثالث. هنا عندنا الحمام الدوش الاولانية بالسرجم ديالها، لايد الدوش الثانية كذلك. هذا بيت الثالث، بيت الثالث بالبلاكار ديالو بالسرجم ديالو على الباتيو، اطلالات السرجم على الباتيو. الحومه كان الموقع ممتاز، جيران دار في الطبقه ما كاينش بزاف السكان، ثلاثه السكان في الطبق، كل طبق فيه شقه وحده. دابا ندخلكم البيت الثالث، بيت الثالث اللي فيه التراسة ديال البالكون وصالاسيون ديال الكليما. بالكون كبير، انتما بالكون كبير كيطلنا على الشارع ديال تامين الوزاني اللي كيدخلنا لشارع تامين الوزاني وشارع كابور، والشارع كابور هو اللي متجه لاخر. دابا حدا لامبيكا بالضبط، انتما بالضبط الموقع. شقة باش مزيانة عندها دوبل فاصد، جوج الواجهات مشمشة مهوية، والموقع مزيان. قيمة الثمن الاخراني بدون نقاش 85 مليون، من غدا نبيعوها تيتري محفظة الشقة.